ليست الحرب الأولى التي تنشب في غزة، ولن تكون الأخيرة، طالما أن في هذه البقعة من فلسطين شعب يحيا أو يطالب بحريته وبحق تقرير مصيره، فإن إسرائيل في مأزق. ترتفع حصيلة القتل الإسرائيلي بين المدنيين في انتظار أن يكتفي العالم أو تكتفي إسرائيل من انتقام لا تخفيه، لكن المشكلة سابقة على هذه الحرب وستبقى. تاريخ للدولة الوحيدة في العالم التي يحق لها خرق القانون الدولي أو قانون الدول الداعمة لإسرائيل من دون أي حساب. نال قطاع غزة جنوبية فلسطين التاريخية اسمه الحالي بعد نكبة عام 1948، وهو يمتد حالياً بحدود 365 كيلومتراً مربعاً وبطول 41 كيلومتراً وعرض يتراوح بين 5 كيلومترات و15 كيلومتراً. والقطاع الضيق جداً والمأهول جداً محاصر منذ العام 2007 على الأقل، تحيط به خطوط وجدران وأسيجة تعزله بشكل كامل عن محيطه من جميع الجهات براً وبحراً. منذ انسحابها من القطاع عام 2005 وتفكيكها المستوطنات داخله، أقامت إسرائيل منطقة عازلة على طول السياج الأمني منعت السكان من الاقتراب منه. ومع الحروب المتعاقبة على غزة توسع المنع الإسرائيلي ليشمل مسافات تمتد كيلومترات من السياج، حظر على المزارعين الفلسطينيين حراسة أرضهم فيها وقيدت أنواع مزروعاتهم. ويعتبر القطاع من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، يعيش فيه ما يزيد على 2,200,000 شخص، أكثر من 66% منهم لاجئون من مناطق تهجروا منها على فترات مختلفة منذ عام 1947. أحد أبناء جنوب فلسطين التاريخية الدكتور سلمان أبو ستة، باحث فلسطيني بارز، واكب تاريخ بلاده وكان شاهداً على النكبة وما تلاها من نكبات في التاريخ المعاصر للشعب الفلسطيني، شهد فيها زوال قرى فلسطين وقيام حركة الاستيطان، سيروي لنا قصة غزة. المستعمرات واقعة على أرضي، نريم المستعمرة على أرض والدي، أنا انولدت في هذا المكان اللي الآن يسمونه نريم. نير عوز على أرض ابن عمي، وأيضا المستعمرة أخرى ماجن، وأيضا مستعمرة أخرى شرقها، كل هذه واقع على أرض بلادي، أرضي اسمها المعين أبو ستة. أنا مولود في هذه الأماكن، ويعني في قطاع غزة موطني ومسقط رأسي يبعد كيلومتر واحد عن خط الهدنة المزيف. منذ نشوب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى شهد الجنوب الفلسطيني موجات تهجير عديدة لسكانه، وكانت تتزامن مع أعمال قتل وحصار أشار إليها الإعلام الغربي في الزوايا المهملة من صحفه. التهجير الإسرائيلي للسكان وتجويعهم رصدتهما المنظمات الدولية والأمم المتحدة ووثقتهما في فترات مستمرة. تذرعت إسرائيل بأن آلاف العرب الفلسطينيين الذين طردوا من قراهم يعبرون خطوط التماس في محاولة للعودة، وكانت بهذه الذريعة تمارس تهجيراً وثقته الأمم المتحدة. أجلت حوالي 247 قرية في جنوب فلسطين، وأجلتهم طبعاً بالتدمير والتهجير والمذابح، منها مذبحة الدوامة وبرير وأيضاً بيت دراس وغيرها، وطردت أهالي 247 قرية إلى الجنوب
وحشرتهم في منطقة تسمى الآن قطاع غزة، مساحتها 1% من مساحة فلسطين. مع نهاية الجولة الثانية من الحرب العربية الإسرائيلية، عقدت اتفاقية هدنة في جنوب فلسطين بين مصر وإسرائيل. وقعت الهدنة عام 1949 في جزيرة رودوس بين ممثلين عن حكومتي مصر وإسرائيل، وبموجبها حدد خط هدنة رسم مساحة لقطاع غزة بلغت 555 كيلومتراً مربعاً. إلا أن إسرائيل عادت لتتذرع بحوادث أمنية على خطوط التماس لتدفع بالمفاوض المصري إلى توقيع تفاهم سري بعدها بعام. عرف التفاهم باتفاقية التعايش أو مودوس فيفاندي، الذي يعني باللاتينية تدابير مؤقتة، كان بنتيجته اقتطاع أكثر من 190 كيلومتراً من مساحة القطاع. لكن الاتفاقية أشارت بشكل واضح إلى أن هذا الخط لا يعتبر تعديلاً على اتفاقية الهدنة وهو مرتبط بها. خلال الفترة ما بعد فبراير سنة 49 حاول كثير من الفلسطينيين أن يعودوا إلى ديارهم، وإسرائيل كانت تقتلهم، ولكنهم استمروا في العودة إلى ديارهم. فجاءت لجنة الهدنة بناء على طلب إسرائيل وقالت نريد أن نعمل منطقة عازلة بيننا وبين غزة حتى نقلل من عملية عودة اللاجئين إلى ديارهم. هذا كان هو السبب المعلن، لكن السبب الحقيقي أنهم اكتشفوا أن في وادي الحسي اللي هو في الشمال، اللي هو الخط الحد الشمالي لخط الهدنة الحقيقي، إن هناك مصادر مياه ممتازة وعذبة وجيدة وتريد إسرائيل أن تستولي عليها. اقتطعت إسرائيل مساحات شاسعة من القطاع، وغدت احتلالها للقطاع بأكمله في حرب عام 1967 ثبتت هذا الخط بصفته حدود القطاع. أمر رفضته السلطة الفلسطينية بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، وأصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً شدد فيه على أن حدود عام 1967 في قطاع غزة هي ذاتها حدود الهدنة لعام 1949، ولا شأن لاتفاقية التعايش الموقعة في عام 1950 بمسألة الحدود الدولية. كل ما يجري على الأرض من إجراءات يعتقد أنها رسم للحدود كلها باطلة ولاغية وغير مقبولة، لا الجدار ولا الكتل الاستيطانية ولا شيء. الذي شيء الوحيد الذي نلتزم به هو ما نصل إليه باتفاقات رسمية صحيحة ودقيقة. ومع أن مسألة الحدود كانت بنداً في المفاوضات النهائية بين منظمات التحرير وإسرائيل، وهي مفاوضات لم تنجح أبداً بسبب رفض إسرائيل تقديم أي تنازل ذي شأن يلبي تطلعات الفلسطينيين في إنشاء دولة مستقلة كاملة السيادة، فإن الواقع الجديد عنا أن أكثر من ثلث قطاع غزة بحوزة إسرائيل التي بنت عليه مستوطناتها واعتبرته أرضاً إسرائيلية، خلافاً ليس لقرار التقسيم الذي أطاحته قبل ذلك بكثير، بل لخطوط الهدنة نفسها. وداخل هذه المساحة تقع بعض المستوطنات الإسرائيلية التي هاجمتها حماس في 7 أكتوبر عام 2023. خط الهدنة هو خط مؤقت عسكري يعبر عن حالة عسكرية معينة وليس حدودا، هذا في القانون الدولي. وأما بالنسبة لإسرائيل فليس لها حدود، لا هو في القانون الدولي لها حدود ولا هي تعبر لنفسها عن حدود، لأنها تريد دائماً أن تتوسع في الأراضي العربية وتستولي على أكبر عدد منها. بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 بعامين، أقر الكنيست الإسرائيلي ومتذرعاً بزيادة هجمات الفلسطينيين عبر السياج قانوناً أسماه المساعدة لسديروت والنجف الغربي،
حدد فيه 3 مناطق محاذية لقطاع غزة، معززاً امتيازات ساكني المستوطنات فيها ومشجعاً إياهم على الانتقال إليها. غالبية هؤلاء من اليهود المزراحيين أو الشرقيين المتحدرين من دول معظمها عربي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. عرفت هذه المناطق بغلاف غزة، وهي تضم أكثر من 50 مستوطنة مقسمة على 3 مجالس: المجلس الإقليمي لساحل عسقلان، ومجلس إشكول الإقليمي، والمجلس الإقليمي لبوابة النقب أو شاعر هنيجيف بالعبرية. وفي استعراض لبعض المستوطنات التي تردد اسمها أخيراً، نرى أن العديد منها كان بني على أراضي قرى فلسطينية، بعضها داخل خط الهدنة الأساسي. مستوطنة سديروت مثلاً بنيت عام 1951 لاستقبال يهود شرقيين، وبنيت على أراض تتبع قرية نجد الفلسطينية. هذه القرية التي احتلها لواء النقب الإسرائيلي وطرد سكانها. أما مستوطنة كفار عام فأنشئت على أراض تمتلكها قرية سمسم الفلسطينية بعد احتلالها وتهجير سكانها. ومستوطنة زكيم أنشئت على أراض تتبع قرية هربيا الفلسطينية. أما مستوطنة سوفا فأنشئت عام 1982 بعد انتقالها من سيناء عقب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية، وهي تقع داخل خط هدنة عام 1949، في حين أنشئت مستوطنة كفار عزة عام 1951 داخل خط الهدنة. ويرى الباحثون أن لإسرائيل هدفين رئيسين من وراء اهتمامها بتشجيع الاستيطان في الغلاف: الأول منع أي محاولة ربط للضفة الغربية المحتلة بالقطاع، والثاني ديموغرافي كما تفعل في منطقة الجنوب كلها. عدد السكان المستوطنين في منطقة غزة وجنوب فلسطين كلها عددهم 135 ألف فقط مستوطن، وهم بذلك يكونون أقل من مخيم لاجئين في رفح. إذن لماذا يزرعون المستوطنات؟ لمنع اللاجئين من العودة. وأيضا كما هو في الدراسات والأرقام الإسرائيلية المعترف بها، كل هذه المناطق خاضعة للجيش لكي يتقدم ويحارب الفلسطينيين والعرب في من أماكن واسعة لهم. خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي المباشر لقطاع غزة، كان الفلسطينيون يزاوجون بين المقاومة والتفاوض، لكن أي حل كانت إسرائيل تقترحه، هذا إذا فعلت، لم يلبي يوماً الحد الأدنى الفلسطيني المقبول. وانتقال القطاع من الحكم العسكري المباشر للاحتلال إلى الحصار الإسرائيلي عبر سنوات من المعاناة وتكريس واقع قسمته عن الضفة الغربية ليس بالتأكيد حلاً يقبل به الفلسطينيون، لم يقبل به هؤلاء في الماضي، ولا حتى في ظل التهديد الإسرائيلي الجاثم اليوم بآلة حرب مدمرة وفتاكة وملوحة بتهجير جديد. تهجير هو استمرار لمسار ولسياسة رسمية إسرائيلية بدأت قبل 3/4 قرن.